بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال سيدنا أبو القاسم القشيري رحمه الله ورضي عنه، ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم، كان الخراز يعظم شأنه، وهو من أقران الجنيد، وصحب إبراهيم الماراساني، مات سنة 939. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا سعيد القرشي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشايخ دينهم وديدنهم هو تعظيم الشريعة، وتربيتهم على تعظيم الشريعة، ثم من تعظيم الشريعة يقول متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثم يقول هذه المتابعة مقام لا أشرف منه. لماذا لا أشرف منه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. في رواية: أعرفكم. جاء بلفظ أتقاكم. أمامنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأعلم بالله، وهو الأعرف بالله، وهو الأخشى لله، وهو الأتقى لله، كيف لا تكون متابعته أشرف مقام؟ من هذا الباب كانت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وكل الأولياء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه في درجات الولاية إلا وتجد مع عبادتهم اقتران شدة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، شدة الاقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، شدة التأسي به صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطاء، هذا ابن عطاء غير ابن عطاء الله السكندري، ذاك متأخر الشاذلي الطريقة صاحب الحكم العطائية، أما هذا من أقران الجنيد من المتقدمين رضي الله عنهم جميعا. قال ابن عطاء: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته. كأنه يقول الغفلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أعظمها حينما يغفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، مقصوده يغفل عن ربه يعني لا يتذكر أن له ربا وخالقا وإلها، لا يبالي بالله سبحانه وتعالى، ما على باله الله سبحانه وتعالى، هذا من أشد، لأن هذا يوصل الإنسان إلى الجحود، وهو من أشد أنواع الغفلة قبحا وكراهية. ثم النوع الثاني الذي هو أقل منه أنه يؤمن بالله، يتذكر الله، يشعر بحق الله عليه، لكن لا يلتزم بأوامر الله ونواهيه، مفرط، لكن في قلبه يوجد شيء من الإيمان، شيء من يعني إحساس بالذنب، بالتقصير، في التهاون في ارتكاب المنهيات، في التهاون في فعل المأمورات، وفي التهاون والجرأة على فعل المنهيات. هذا الغفلة الثانية عن أوامر الله والنهي. ثم الغفلة الثالثة التي هي غفلة العابدين الصالحين، حتى بعض الأولياء حينما تجد يعبد الله، يتذكر الله، يذكر الله، يمتثل أمر الله، يجتنب المحرمات، لكن يشعر بالتقصير في بعض الآداب، في بعض المزايا، في بعض الأخلاق العالية، في بعض الأذواق
دائما تشوف هو يعني عنده حياء من الله، عنده تقصير، يشكو التقصير والناس ترى أنه هو من الصالحين. هذا النوع الثالث من الغفلة، الذي لا يكاد أحد من الصالحين إلا ويشكو حاله لعظمة الله، أنه يشعر بالتقصير أمام الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب، وهو غفلته عن آداب معاملته. ولذلك يصلون إلى أعلى مراتب الذكر. يعني مثلا أنا سمعت شيخي رضي الله عنه قال: ما أنسى الله لحظة واحدة، ولو أني أنسى الله أعد نفسي من الكافرين. وهو عالم رباني كبير، عابد، شهد القريب والبعيد بولايته وكرامته وفضله وعلمه وصلاحه وزهده وجهاده وتقواه، وكله ما أحد يسجل عليه شيء. ومع أنه يقول: ما أغفل عن الله، لو أني أنسى الله لحظة أعد نفسي من الكافرين. وتجد في بعض الأحيان أشد الناس بكاء وخشية من الله وتحدثا بالتقصير والبعد. لا نستغرب من أحوال هؤلاء الصالحين، لأنهم ينظرون إلى عظمة الله، وكلما اقتربوا زادت عظمة الله، كلما اقتربوا يعني بالعبادة زادت عظمة الله في قلوبهم واستصغروا شأنهم. سألت شيخي رضي الله عنه عن هذا الأمر، لماذا هؤلاء الأولياء كلما يعني هم يقتربون في وصف يعني هم في أعلى القرب، ولكن يتكلمون بأشد لغات الانكسار والافتقار؟ قال حضرة الشيخ رضي الله عنه: مثلهم كمثل رجل نظر إلى جبل بعيد، فيوجد معه من هو عارف بهذا الجبل لأنه ابن هذه البلاد ويعرف المنطقة، فيسأله: ما رأيك بهذا الجبل؟ يقول: هذا ليس بجبل، هذا عبارة عن تل صغير، أنتم تقولون عنه بوكيت، تل صغير. قال: طيب نمشي. أستاذه يقول له: نمشي. مشى معه ثم قال: ما رأيك، هل هذا تل؟ قال: لا، لكن ليس بجبل، هو جبيل. ثم قال: نمشي بعد. ثم مشى وتركه يكمل طريقه، علمه الطريق كيف يذهب إلى الجبل وعلمه. مشى ثم قال: آمنت أنه جبل. ثم اقترب حتى ما يستطيع أن ينظر إلى قمة هذا الجبل، لو يريد ينظر سيسقط ولا يستطيع أن يدرك شيئا. قال: لله المثل الأعلى، قرب هؤلاء الصالحين من الله هكذا، كلما ازدادوا قربا أدركوا زيادة في المعرفة بعظمة ربهم، وفي نفس الوقت أدركوا أنهم أصغر عبادا وأقل ضعفا وأشد افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى. علاقة عكسية، كلما عظمت هيبة الله في صدر العبد كلما شعر بضعفه وذله وفقره أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال ابن عطاء: كل ما سئلت عنه فاطلبه في مفازة العلم. أي شيء يشكل عليك أمامك العلم، وسمى العلم مفازة، مفازة يعني صحراء، لأن العلم واسع، العلم واسع، اطلبه في العلم. هؤلاء أهل التصوف هم أهل العلم، لاحظتم في بداية الحديث هم أهل تعظيم الشريعة، والآن هم يرشدون الناس إلى العلم، ليسوا هم أهل الجهل أبدا. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل، ما اتخذ الله وليا جاهلا. قال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم،
فإن لم تجده ما وجدت العلم ففي ميدان الحكمة. أيضا سمى الحكمة ميدان، ميدان واسع، مكان واسع. الحكمة هي ثمرة العلم، ما وجدت في العلم ابحث عن من آتاه الله نور العلم وهو الحكمة، لأن العلم يبذل لكل أحد يطلبه، لكن الحكمة لا تبذل إلا للاختصاص، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فإن لم تجده، حتى ما وجدته في فهم وذوق هؤلاء الصالحين والعارفين في علومهم، في ثمرات علومهم، فزنه بالتوحيد، ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، ارجع إلى الله. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. إذا ما تجد في العلم، وإذا ما تجد في الحكمة، وإذا ما تجد في القرب من الله سبحانه وتعالى، أنت العابد الموحد المجرد لربك، اضرب بعرض الحائط، هذا ليس بدين، اضرب به وجه الشيطان. قال الخطيب البغدادي عن ابن عطاء: كان أحد الشيوخ الموصفين بالعبادة والاجتهاد وكثرة الدرس للقرآن، قالوا له لسان في فهم القرآن يختص به. عندما يقرأ القرآن، عندما يتكلم في آيات القرآن، له ذوق عجيب ما يشاركه أحد. كيف جاء هذا الذوق؟ لكثرة قراءته في القرآن الكريم. كم كان يقرأ القرآن؟ نقل الذهبي، نقل الخطيب، نقل كل العلماء في تراجمه، أكثر العلماء الذين ترجموا له ذكروا هذه الرواية. يختم في كل يوم ختمة، وفي رمضان يختم 90 ختمة، في كل يوم 3 ختمات. الآن عنده نظام كل يوم ختمة، وفي رمضان كل يوم 3 ختمات، بقي له نظام آخر في القرآن الكريم، 3، عنده 3 أحوال مع القرآن الكريم. نقرأ: كان له في كل يوم ختمة، وفي شهر رمضان في كل يوم وليلة 3 ختمات، وبقي في ختمة، عنده ختمة واحدة، ختمة العمر، وبقي في ختمة يستنبط مودع القرآن 10 سنة ليستروح إلى معاني مودعها، فمات قبل أن يختمها. 14 سنة، قيل 14 سنة، هو يقرأ في ختمة واحدة، يقرأ آية، يقرأ كلمة، يقرأ كلمتين، يقرأ آيتين، ما نعرف، لكن ما يجاوزها، يبقى معها، يتأمل، يتفكر. له ختمة العمر هذه، عجيب هذا. ولذلك وصفوه بأنه في تراجمه: له لسان في فهم القرآن يختص به. كان ينام من الليل والنهار 2 ساعة. لا تستغربوا، رأيت شيخي ينام في اليوم والليلة أقل من 2 ساعة، وأنا صاحبت سنين، ليس يوم وأيام، أنا أتكلم عن صحبة سنين، ما أتكلم عن يوم، يومين، رحلة 4 أيام، 5 أيام، أسبوع، لا لا لا، استقامة سنين طويلة. ينام 2 ساعة وينام أقل من 2 ساعة، وكان يستكثر علينا ويقول لنا: أنتم طلاب علم، أنتم تنامون كثير، يكفيكم 2 ساعة من الليل. وحينما يقول لنا رضي الله عنه: كنا اجتمعنا نحن وزملائنا وأخواني من العلماء أحياء يرزقون، عملنا جدول بيننا، بعضهم انتقل إلى رحمة الله وبعض حي يرزق بعضهم، عملنا جدول: أنت 2 ساعة تستيقظ توقظني، أنا 2 ساعة أوقظك. ومشينا على هذا 4 أيام، ثم لم نقدر، ما قدرنا، خلاص أفلسنا. هؤلاء معهم مدد من الله. قال الذهبي: امتحن بسبب الحلاج، الحلاج أخذته الأحوال
وتكلم في أشياء لم يفهمها الناس. وهذه هي مصيبة العوام وبعض من ينسب نفسه لأهل العلم، يأتي إلى كلام العارفين ما يفهموا وما يصل إلى فهمه، وما صحبهم في حياة سيرة هذا المتعلم، ما تشوف درس عند الأولياء وصحب العارفين والصالحين وتذوق شيء من أحوالهم وأذواء، ما يفهم. هو يعيش ربما مع الكتب، هو يعيش مع طلابه ويدرسهم ويقرأ وكذا، لكن ما تجد عنده الصحبة، صحبة سيدنا موسى للخضر مثلا، ما عنده. فما يفهم لغة القوم، القوم لهم لغة، لهم رمز، وما يفهم هذا الشيء. ولذلك بمجرد أن يفتح كتاب ينسب إلى هؤلاء العارفين ويجد بعض العبارات يقول هذا الكلام، نحن نقول يعني على كيفك، ربما هذا نسب لهم زورا، لا هذا مثبت له. طيب هذا يؤول، لأن أمامك عالم كبير، لا ما يؤول، هو اقرأ اقرأ العبارة واضحة، يكون عبد الحرف، عبد الحرف يكون. وكثير من هؤلاء ولجوا في الجرأة على الأولياء وفي الإنكار والاعتراض، وما انتهى بهم المطاف إلا وسقطوا. كثير، التاريخ يحكي لنا عن كثير سقطوا، أسقطهم الله، لأن الله يغار على أوليائه. الخلق عيال الله، هؤلاء عيال الله. يعني أنت الآن لو واحد يضرب ابنك أنت ما تقبل، تأخذك الغيرة على ابنك وتروح وتحاسب وتطلب حقه. الأولياء هؤلاء عيال الله وصرفوا أعمارهم، أنت ما تفهم العبارة، طيب لكن أنت قرأت سيرتهم، قرأت عبادتهم، ذكرهم، خلوتهم، حالهم، حياتك كلها تجمعها ما تساوي ساعة صدق من ساعاتهم، ساعة واحدة. ولذلك أكثر هؤلاء المتجرئين باسم العلم سقطوا. نعم في البداية يأتيهم الزهو وإقبال الناس، لكن ما ينتهي بهم المقام إلا وتتحقق كرامتهم، كرامة الأولياء فيهم، ونرى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله. ولا ينتهي الأمر إلا ما نعرف يوم القيامة. يعني تخيل لو يوم القيامة يأتي خصمك ولي من الأولياء، وأنت الذي تتكلم بالعلم لكن في خلوتك الغافل العاصي ذو الشهوات، وربما الأولياء أطلعهم شيء، الله أطلعهم على شيء من أحوالك وستروك، لكن يوم القيامة كيف؟ خطير، خطير. الجرأة على الصالحين خطير جدا، الأمر خطير. وأخطر منه من يتجرأ على سادة الأولياء وهم الصحابة رضي الله عنهم دون استثناء، من أولهم إلى آخرهم، لأن أعلى درجات الولاية هم الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء. قال الذهبي: امتحن بسبب الحلاج، وطلبه حامد بن العباس الوزير، الوزير استدعاه، أنت الحلاج يتكلم كلام ما مقبول ما مفهوم، أنت يعني أنت تعتذر للحلاج وتؤويل له كلامه، إيش تعمل أنت؟ يحاسب ويحقق معه وزير دولة، ويرسل على عالم ويقول له أنت ماذا أجابه؟ قال للوزير: ما الذي تقول؟ الوزير قال له: ما الذي تقول في الحلاج؟ فقال ما جاوبوا عن الحلاج. يعرف هذا وزير جاهل، ويعرف حتى إذا كان يوشي بعض أهل العلم إليه هم ما يفهمون مقالة الأولياء، فما جاوبوا على سؤال أصلا يعرف النتيجة أن يتكلم مع واحد ما يفهم، لكن أجاوبوا بما ينفعوا. أنت تسأل عن الحلاج، خلي أنا أسألك. قال: ما لك ولذاك، أنت ما لك وللحلاج، عليك
بما ندبت له من أخذ الأموال وسفك الدماء. عليك بما ندبت له من أخذ الأموال أنت ملتهي بالحلاج، أنت مسؤول عن 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 الأموال وعن الفساد وعن الدماء، وأنت من أنت أسرفت في المال وفي الدم. هذا وزير، والعالم يكلم هذا، الولي يكلم، هكذا العلماء الأولياء، ليس العلماء فقط، العلماء الأولياء ما تأخذهم في الليل لومة لائم، شجعان، إيمانهم قوي. فأمر هذا الوزير بتكسير أسنانه، فأمر به ففكت أسنانه، كسر أسنانه، عذبه، فصاح من الألم: قطع الله يديك ورجليك. دعا عليه ابن عطاء بعد 14 يوم، مات من شدة التعذيب، لكن ما هي إلا مدة. قال الذهبي: ومات بعد 14 يوما، ولكن أجيب دعاؤه فقطعت أربعة حامد. حامد الوزير، 1 2 3 4، يديه ورجليه، ما مات الوزير إلا والله قطع يديه ورجليه. قال: ومات بعد 14 يوما، ولكن أجيب دعاؤه فقطعت أربعة حامد. إياك والتعدي على الصالحين، إياك والتعدي على الأولياء، هؤلاء أحباب الله، هؤلاء المقربون من الله، هؤلاء لهم غير عند الله سبحانه وتعالى. وكتب العلم ذكرت كثير من هذه القصص من الذين تعدوا على الأولياء. قال سيدنا أحمد بن حنبل: لحوم العلماء مسمومة. وقال من ابن المبارك: من ابتلي بالعلماء، بثلب العلماء، يعني يتكلم على الصالحين والعلماء والكذا، ما مات، ما يأتي الموت، ما يأتي الموت إلا وقد مات قلبه، يعني ما يموت على الإيمان. مالك بن دينار له تفاسير، مثلا قال: خلق الله الأنبياء للمشاهدة، إن الأنبياء خلقهم الله للمشاهدة، قال لقوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد. وخلق الأولياء للمجاورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عز جارك. وخلق الصالحين للملازمة، لقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. وخلق العوام للمجاهدة، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. وسئل: إلى ما تسكن قلوب العارفين؟ فقال: إلى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله هيبته، وفي اسمه الرحمن عونه ونصرته، وفي اسمه الرحيم محبته ومودته. ثم قال: سبحان من فرق بين هذه المعاني في لطافتها، في هذه الأسامي في غوامضها. في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، قال: الروح النظر إلى وجه الله تعالى، والريحان الاستماع لكلامه، وجنة نعيم هو أن لا حجب فيها عن الله عز وجل. عبد رباني ما يشوف الجنة، ما يشوف حور الجنة، ما يشوف شراب الجنة، ما يشوف طعام الجنة، ما يشوف فاكهة الجنة، بس يشوف الجنة الله. الجنة سبب للوصول إلى 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 الله سبحانه وتعالى بس، مو جنة. كما سمعت شيخنا رضي الله عنه حينما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: لا تظنوا في هذه الآية أن الجنة هي ثمن البيع. قال حضرة الشيخ: الجنة عربون البيع، الثمن الحقيقي رؤية الله، محبة الله،
رضا الله سبحانه وتعالى. وما الجنة إلا عربون، عربون تقدم كما تشتري شيء فتقدم ثمن قليل لتنال الذي اشتريته بعد ذلك ذو الثمن الغالي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال هذا ليس الثمن، هذا عربون الثمن، أما الثمن الحقيقي هو محبة الله، رضا الله، رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه حال الأولياء، يربون أحبابهم على أن يكونوا عباد ربانيين يتعلقون بالله سبحانه وتعالى، محبة الله. ومن يجرؤ يتكلم للناس عن محبة الله؟ لا يوجد أحد، لأننا لو نتكلم تكذبنا، الشواهد الكثيرة تكذبنا، لكن هم لهم أن يتكلموا، هم أحباب الله، يحبهم ويحبونه. قال: العلم الأكبر الهيبة والحياء، فمن عرى منهما عاري عن الخيرات. يقول أنت تطلب العلم، اطلب العلم، لكن العلم الأكبر أن علمك يوصلك إلى أن تهاب ربك وتستحي منه. نحن ما وجدنا الناس يربونا على هكذا علم، نحن فقط نفهم العلم النحو، الصرف، الآية، التفسير، الكذا. أما الذي يجالس العارفين سيرى علما آخر، بل علوم. قال رضي الله عنه: من حرم الآداب حرم جوامع الخيرات. كأن يقول باب الخيرات، مفتاح الخيرات هي الآداب. قال: في البيت، يعني في بيت الله الحرام، في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار الله تعالى. شوف المقارنة، في البيت مقام إبراهيم عليه السلام، وفي القلب آثار الله تعالى، وللبيت أركان، ركن الحجر، ركن يماني، الشامي، العراقي، وللبيت أركان، وللقلب أركان، وأركان البيت من الصخر، وأركان القلب معادن أنوار المعرفة، معرفة الله. كأن قلب ما فيه معرفة لله كأنه قلب ما فيه شيء، ميت. سئل عن المروءة فقال: أن لا تستكثر لله عملا. يعني إذا أنت عندك مروءة، لو إيش تعمل؟ تعبد ليل نهار؟ تقول ولا عملت شيء، لأن فضل الله سابق. قال رضي الله عنه: من تأدب بآداب الصالحين فإنه يصلح لبساط الكرامة. شر عنده كرامات؟ الله يعطيه كرامات. ومن تأدب بآداب الأولياء فإنه يصلح لبساط القربة، صار من المقربين. ومن تأدب بآداب الصديقين فإنه يصلح لبساط المشاهدة، يشوف الله في كل شيء، الله خالق هذا، الله خالق هذا، الله خالق هذا، يرى حق الله عليه في كل شيء. ومن تأدب بآداب الأنبياء فإنه يصلح لبساط الأنس والانبساط. هو مع الله، هو مع الله. ولذلك قال: من وحشة القلوب عن مصادر الحق أنسها بالخلق. سبب وحشة القلوب عن الله أنها تعودت أن تأنس بالخلق، لكن من أنس قلبه بالله استوحش مما سواه. ولذلك قالوا: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. يربون على أن يستأنس العبد بربه، ولذلك كان يدخلون قبل خلوات ويعتكفون. سبحان الله. قال: إن الشفقة لم تزل بالمؤمن حتى أوفدته على خير أحواله. كل ما المؤمن رحيم كل ما الله يفتح له أبواب الخيرات.
وإن الغفلة لم تزل بالفاجر حتى أوفدته على شر أحواله. الفاجر غافل من شهوة إلى شهوة، من سيئة إلى سيئة، أما المؤمن حتى لو عمل سيئة يخاف، يشفق، يرجع، يرحم نفسه من هذا البلاء، يتوب. سبحان الله. قال: أصح العقول عقل وافق التوفيق، وشر الطاعات طاعة أورثت عجبا، وخير الذنوب، هل في الذنوب خير؟ يقول: وخير الذنوب ذنب أعقب توبة وندما. اللهم إنا نتوب إليك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم. قال ابن عطاء: ادن قلبك من مجالسة الذاكرين لعله ينتبه من غفلته، وأقم شخصك في خدمة الصالحين لعله يتعود ببركتها طاعة رب العالمين. كلام عظيم. ادن قلبك من مجالسة الذاكرين لعله ينتبه من غفلته. سئل عن التوبة، قال: التوبة الرجوع عن كل شيء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم. عجيب، والعلم معلوم لا يذم إلا قبيح ولا يمدح إلا مليح. أرجع الناس إلى العلم، وكأنه يقول: أهل العلم لا يذنبون، وإن أذنبوا لا يستقيمون على ذنب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل عن الدنيا، قال: هي همة دنية، تطلب شيء دني لا قيمة له. سئل عن العبودية، قال: ترك الاختيار وملازمة الافتقار، يعني تسليم لله، استسلام. العبودية استسلام لله. سئل عن أقرب شيء إلى مقت الله تعالى، أقرب شيء إلى غضب الله إيش؟ قال: رؤية النفس وأفعالها. لما تشوف نفسك تعبد وتشوف نفسك، تصلي وتشوف نفسك، تذكر وتقول: أنا ذكرت 100,000 50,000 صليت على النبي كذا كذا، وتفتخر. رؤية النفس وأفعالها ما ينفع هذا. وأشد من ذلك مطالعة الأغراض عن أفعالها، عادي يعني قل فعلت هذا من أجل كذا، من أجل يعني ملتفت عن الله. وكان يقول، نختم بهذا: علامات الولي أربعة: صيانة سره فيما بينه وبين الله، ولذلك كل ولي لما نذكر نقول قدس الله سره، لأن ما من ولي إلا وله سر مع الله، الله يهبه له سر، وهذا الذي ما يفهمه كثير من الناس. صيانة سره فيما بينه وبين الله، هذا واحد. اثنين: حفظ جوارحه فيما بينه وبين أمر الله، تقي يخاف من الله. ثلاثة: احتمال الأذى فيما بينه وبين خلق الله، إذا يؤذون الناس عنده صبر. أربعة: مداراته للخلق على تفاوت عقولهم، عنده حلم، يعني عنده قدرة يداري الناس، سفيهم وحليمهم، صالحهم وطالحهم، سيئهم وحسنهم، عنده حلم مع هؤلاء. إن وجدت هذه الأربعة قال تلك علامة الولي. اللهم وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بهم وارزقنا التأدب معهم، وانفعنا بما نتعلم منهم، ولا تحرمنا من بركاتهم، وارزقنا الأدب معهم، واحفظ ألسنتنا عن أن نقع في شيء لا نفهمه منهم.
اللهم وصل على نبيك الكريم ورسولك العظيم، واجزي عنا مشايخنا وأحبابنا وإخواننا خير الجزاء.